دوري اتحسن؟ سؤال ندخل في الصلب الموضوع على طول، هل الدوري اتحسن؟ ان شاء الله بنسبه 90%. بنسبه 90% اتحسن. 90%. ده بتكلم بواقعيه وبتكلم يعني من خلال نتائج، من خلال عرض، من خلال اداء فني، من خلال استقرار، من خلال منظومه في النادي الاهلي بتختلف عن الانديه كلها. ال 10% اللي فاضله دي ايه؟ يعني بقى لو اي مفاجات. ال 10% دي سابقنا المفاجات، ولكن الحمد لله النادي الاهلي دائما لما بيبقى على قمه الجدول بيحاول بقدر الامكان يحتفظ بقمه الجوله، يحتفظ ببطوله، ودي سمه من سمات اي اجيال النادي الاهلي بيحتفظ بهذه الكلمه. الفكره هنا كابتن فتحي انه الناس البدايه القويه دي خلت الناس عندها طموح انه كل لقاء يبقى مع النتيجه اداء حلو. ده كويس ولا يعمل ضغط؟ لا بالعكس، ده كويس، ودي باين قوي من مؤشر النادي الاهلي من اول مباراه. الحمد لله في اداء كويس، الناس في قناعه طبعا، في رتم مباراه. يعني برضو خلي بالك رتم الكره دلوقتي اصبح في رتم سريع. في النهارده الوان تاتش تو تاتش بالكتير قوي. النادي الاهلي النهارده الميزه دي عند كل لعيبه النادي الاهلي، مفيش حد النهارده بيبقى رتمه بطيء، بيمسك كره اكتر من اللازم، بيقعد يفكر كتير، ودي حاجه كويسه في النادي الاهلي السنه دي حقيقي. يعني لكن ما تعملش ضغط، يعني فكره ان انا ممكن العب ماتش مش حلو طبيعي، يعني ان انا العب ماتش مش حلو وارد. ممكن يعني اكسب وانا وحش او حتى اتعادل زي لقاء في افريقيا، الناس بتبقى زعلانه زياده عن الطبيعي. عن الطبيعي، وده وارد في كره القدم ان انت ممكن تلاقي ماتش وحش. ماتش مش مفهوش النهارده الاداء الجمالي اللي الناس كلها بتتوقعه، ولكن في مكسب. النهارده اي مدير فني اللي بيهمه ايه؟ بيهمه مكسب 3 بونت، ودي بتبقى كويسه قوي. حتى لاي نادي ما بيبقى فيه اداء وحش، ولكن بالثلاثه بونت دول مكسب في حد ذاته، بيسعد اللعيبه، بيسعد الجهاز الفني، وبيسعد جماهير النادي اذا كانت جماهير شعبيه.